في مرحلة الدراسة الأولى اللي هي الابتدائية والإعدادية والثانوية، يعني هل كانت هناك قناعة بأنك ستسلك طريق الأدب؟ لا، ما كانش، كنت بكتب أدب لكن ما كنتش عارف هل هبقى أديب ولا بكتب كده. يعني أنت عارف، مرة سألوا الشاعر البريطاني الكبير تي اس اليوت اليوت عن تعريفه للشاعر، قال لهم من يظل يكتب الشعر حتى بعد سن 18 سنة، باعتبار أن كل مراهق بيكتب شعر لبنت الجيران مش صحيح عارف إيه، إنما فقط الشاعر هو الذي يستمر. يستمر في الكتابة. ففي السن الأولاني ده ما كنتش عارف أنا هبقى أديب ولا لا. ومرة والدي حتى قال لي ما تسمعني قصة من اللي أنت بتكتبهم دول عشان أقول لك قارئ عادي، حتى كنت بكتب لنفسي كده ومش واثق من نفسي وبتاع، أقول لك تستمر ولا لأ ولا. فقلت له طيب. فهو كان بعد الظهر يخش يرتاح شوية وبتاع، فدخل السرير واستلقى على السرير وبدأت أقرأ له القصة بتاعتي، وبعد شوية لقيته نام. فلما صحي قلت له أنت ما اديتش نفسك فرصة تقول لي رأيك، قال لي لا، اللي أنت شفته ده كان رأيي، لأن لو قصتك دي كانت مشوقة ما كنتش أنا عرفت أنام. سيبك من الأدب والكلام ده. رأي صادم طبعا. رأي صادم. وبعد وأنا وقتها طبعا بررته لنفسي، قلت ده رجل أعمال ايوه مش فاهمه في الأدب. ده كويس برضه. وكان عندي الدافع، لأنه الحقيقة الأديب ما يقدرش، هو ما بيختارش يبقى أديب، هو بيبقى مدفوع إنه يكتب. يعني هو لا يختار الأدب، الأدب هو الذي يختاره، وإذا تم اختياره يجب أن يستمر، لا يستطيع أن ألا يكتب يعني. فكنت برضو قاعد بكتب لغاية ما حصل لي وقع مهمة. كنت كاتب مسرحية باللغة الإنجليزية واتعرضت في مسرح إيورت في الجامعة الأمريكية، الأمريكية. وكان وقتها في ناقد أمريكاني كبير جدا اسمه روبرت بان وارن في زيارة للجامعة الأمريكية، بيدي محاضرتين ثلاثة كده كضيف يعني، وقالوا له إن في مسرحية لطالب وباللغة الإنجليزية وبتاع، كانت مسرحية فصل واحد، فطلب إنه يشوفها. فشاف المسرحية وبعدين طلب يشوفني وقال لي إنه في يوم من الأيام هتبقى كاتب واو. كبير. طبعا لما روبرت بن وارن اللي احنا بندرسه في تاريخ النقد، وكان له نظرية نقدية، يقول لي هذا الكلام شاف يعني. المسرحية على المسرح ولا أراها؟ لا، على المسرح شافها، المسرح. انا اللي كنت اخرجتها، كمان. كاتبها واخرجتها. وطبعا زملائي قعدوا يعكسوني وقتها، انت مبسوط ليه يعني؟ ده بيقول لك في يوم من الايام هتبقى، يعني ما لا انتش انت مش لسه انت. كاتب ولا حاجه، فما تفرحش قوي ايوه يعني. ايوه دي من ضمن الحاجات اللي حضرتك طبعا مستحيل تنساها. لا طبعا، اول قصة نشرتها او اول عمل ادبي اتنشر كان عندك كم سنة؟ اول قصه كتبتها او اتنشرت اتنشرت. كان عندي يمكن، شوف، اول قصه اتنشرت خالص كانت ترجمه وكنت ناسيها، لغايه ما بعتها لي زميلنا الصحفي والناقد محمد شعير، لقى عدد قديم جدا من مجله صباح الخير في قصه لسامويل بيكيت كان سنتها حاز جائزه نوبل، وانا ترجمت له قصه، لان ما كانش معروف في في مصر مصر. الا ككاتب مسرحي، فترجمت له قصة قصيرة ونشرت في المجلة، وما كانتش عندي وكنت ناسيها، وبعت لي العدد أستاذ محمد شوية. محمد شهير. بعد كده بدأت أكتب قصص بقى من تأليفي في مختلف المجلات وفي الأهرام نشرت عدد كبير. ثم المسرح كان معايا من الأول الحقيقة، الرواية هي اللي أنا وصلت لها متأخراً، معرفش ليه، ربما بعد ما تعثر المسرح، لأنه الكاتب المسرحي بطبيعته وهو بيكتب عينه دايما على خشبة المسرح، وإذا أحس إنه اللي بيكتبه ده ممكن ما يشوفش النور مش هيتحمس قوي.
غير الشاعر أو الروائي اللي بيكتب وهيطبعها في كتاب بصرف النظر. صحيح. فانتقلت للرواية وكتبت روايتين، الخرز الملون ثم أجنحة الفراشة أجنحة الفراشة اللي هي تنبأت ب 2011. بثورة 2011. طيب هنتكلم عن ده قبل كده، بس أنا برضه البدايات يعني مركز شوية دلوقتي على البدايات.